التفاح واللوز والقرفه، كنطربوا 4 ديال البيضات 4 ديال الصفر ديال البيض مع معلقه صغيره ديال المدافي، معلقه صغيره ديال الخل، كاس ديال العنبه ديال سنيده، كاس ديال الزيت والياغورت الطبيعي بالاضافه للفاني. من بعد كل اضافه كنطربوا كنزيدوا اولا من بعد كل اضافه كنطربوا كنزيدوا او كنحيدوا التراب فوالا كنزولوا التراب، كنزيدوا 4 ديال الطحين، كنزيدوا الخمارات اللي كيكونوا مغربلين كنخلطوا بمعلقه، 4 ديال بياض البيض مطربته هو بحال الثلج مع قبصه ديال المليحه، كنخلطوا بالمهل ومن بعد من الاسفل للفوق، ومن بعد كنخبيو الخليط في قالب مدهون بالزبده ومرشوش عليه الطحين، كنحكوا على الوجه على وجه الكيك التفاحه بقشرتها بالحكاكه ومن الجهه الغليظه، وكنوزعوها على وجه الكيك بالفرشيطه، فكنرشوا معلقه كبيره ديال القرفه وحتى جوج معالق كبار ديال اللوز مهرمش ومعلقه صغيره ديال السنيده. سيدتي كندخلوا كلشي للفران، ومن بعد فاش كطيب كنرشوا على الوجه ديالها معلقه اولا جوج جهد جوج معالق كبار ديال سكر ثقيل، كندهنوا بالعسل وكذلك اولا بالمربى.